في هذه المواجهة يعني الحارقة وحارقة جدا. كرة على فريق الاتحاد في القصيم، بقى الكرة عند لاعب فريق الاتحاد في القصيم، كرة الآن في الرواق الأيمن عند اللاعب حمزة الزلموش. الزلموش تمر الكرة باتجاه أحد الزملاء ديالو، مازال الكرة، الكرة مازال الكرة، وتدخل تمشي الكرة عند اللاعب الميلي حسين الميلي، وتتخاطر ضربة لنادي قطر. ميلي 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 مازال الخطورة، مازال الكرة عند الميلي، تمشي عند اللاعب بمام بمام عند البوست، البوست يحصل الكرة بالصدر. يعني هو الحكم المساعد الأول حمزة بالمقابل المتصدي لهضمة زمامرة يستضيف اتحاد سيدي قاسم. يعني رسميا اليوم زمامرة إذا حطت الصعود أمام اتحاد سيدي قاسم فهي غادي تحقق يعني الصعود رسميا إلى بطولة الحسم الوطني الأول. كرة الآن وصول صالح فريق اتحاد سيدي قاسم، كرة بالجهة اليمنى تمرر وتدخل اللاعب عكيريش. فريق رجاء بن الهلال يضيف الهدف الثاني، اذا رجاء بن الهلال متقدم على شباب النصيرة بهدفين لصفر في العيون، والنادي الرياضي